ختام سرمت فرحانه بالخدمه اللي فتحت قدامها بالاراميه. بدنا نحكي على مجمل الخدمات اللي بالآرامية. بالآرامية نعم. كل نعرف خدمات بالآرامية كثيرة ومتعددة. نعم. أكيد. والقائمين عليها دوام خلينا نقول فول تايم عندهم. نعم. مع تقريبا. نعم. مع العمال إنه جهد زايد. نعم. ومع هذا يحتاجون أكثر. أكيد أكيد. بس الموضوع يحتاج إلى أكيد. دعم. صدقيني. دعم كثير بالرب. وهسه يعني انا دا اشوف بالاراميه تقشف كثير دا يسوون لان ماكو شيء يسوون على مود حتى عمل الرب يمشي. نعم. يعني صدق احنا الاراميه محتاجه صلاه ومحتاجه دعم. وانا أمين. اكثريه دا اتصل بالناس والرب الله دا يفتح قلبه مصدقيني. امين. ودا يعطوا للرب. نشكر الرب من اجل هالمكالمه اللي يعني نكلمهم بيها ونصلي وياهم ونطلب لهم كل خير. امين. صدقيني طبعا الاراميه محتاجه كثير. امين. اخ مسرمد يعني. نعم. احبان اخ محب. نعم. قسيسنا يعني مع انه احنا نقول الدعم صار قليل. نعم. للظروف اللي احنا نعرفها ولكثره القنوات ايضا، لكن الرب ثقل على قلب الاخت هيفاء والاخ باسم، ونشكر الرب من اجل انه هم دا يطيعون الرب. نعم. يعني خدمه كخدمه مثل القناه اللي راح تنفتح جديد باسم الرب يسوع المسيح، اللي راح تتوجه الى الشعب اللي يحكي باللغه الانجليزيه، اكو عنده احتياجات خاصه، اكو عنده احتياجات روحيه، احتياجات وتوعيه، عندنا هرطقات كثيره. صح. عندنا غزو جايينا. نعم. من الشرق. نعم. فاكو اشياء فدهجوم. نعم. الشيطان بقوه. نعم. عجيبه دا يهجم. نعم. على الناحيه الثانيه وبطرق ملتويه، بحيث انه الشعب اللي مو مثل احنا جايين من الشرق نعرف الخفايا مكشوفه. نعم. امامنا، لكن هون الشعب الامريكي وغير الشعوب الثانيه اللي باقي القارات ما يعرفون ايش. نعم. هو بالضبط الهجوم. صحيح. هذا وايش هي ابعاده. بيحتاجوا لثقافه. امين يا اخت احلام. لان مش بس ما عندهم تعب وعي، ما عندهم ثقافه ومعرفه عن المد الأصولي. نعم. وشفنا شو صار بأمريكا. نعم. شو عم بيصير بأوروبا. نعم. من نعم. تفجيرات وإرهاب وعنف. نعم. وسفك دماء. شو عم بيصير. نعم. بالعراق. نعم. شو عم بيصير بأفغانستان. شو عم بيصير بالشرق. نعم. الأوسط. نعم. ككل شرق الأوسط يشتعل على بركان. صحيح. ولا نعلم متى سينفجر، والذي يحدث في الشرق ممكن أن يحدث في الغرب وفي أوروبا وفي جنوب أفريقيا. ما حدا بيعرف شو عم بيصير. عالم كله. فعالم مضطرب. نعم. وقلق. نعم. فعلى كنيسة. نعم. المسيح. نعم. أن يكون لها الموقف الصارخ. نعم. والثقافة الكاملة. نعم. لتوعية الشعوب. نعم. لكي يدركوا هذا الخطر الدائم. نعم. يعني ما بيقيموا. نعم. تماماً انه نحن اولادنا في خطر. نعم. بناتنا في خطر، نسائنا. نعم. في خطر، رجالنا في خطر، مجتمعنا في خطر. نعم. وضعنا في خطر، لكن في نحن خطر. لا نهاب احد. أمين. بنعمه الرب. أمين. ان كان الله معنا فمن علينا. لكن نشكر الرب لاجل الفضائيه الاراميه، الرب اقام هذا الصوت. أمين. أمين. لكي يحذر وينبه. نعم. وهذا الصوت ليس في خطوط الدفاع لكن في خطوط الهجوم. أمين. هو أمين. ضد الهرطقات. ضد العقائد. أمين. اللي قدامك. أمين. ضد الأصولية. ضد العنف. ضد الديانات الباطلة. أمين. فهيدا صوت نحن كلنا أخي المشاهد ينبغي أن ندعم هذا العمل. أمين. بكل ما أوتينا من قوة. أمين. بالكلمة، بالقلم، بالصوت، بالصورة، بالفضائية، بأي وسيلة، بالنشرات، بالإعلام. نشكر الرب لأجل هذه الفضائية التي تصل إلى حيث لا نستطيع. أمين. نحن أن نصل. نعم. من أجل ذلك الله يضع على قلب كل مشاهد للتو لا تتوانى عمل الرب. تعرف بالأبدية رح نندم على شيء واحد، إنه كنا منقدر نخدم الرب وما خدمني، وراح نخسر خسارة عظيمة جدا. من أجل ذلك علينا أن نسارع في تعضيد
هذه الفضائية المهددة والتي تعمل ضمن الحروب المتتالية عليها ومناهضتها، لأن في عليها حروب، في عليها هجمات، في عليها في غيرة، في حسد. فعلى الأشخاص القديسين الأفاضل المؤمنين أن يساهموا في هذا العمل لمجد المسيح وتوصيل رسالة الإنجيل إلى كل بيت. آمين آمين. الرب يستجيب والرب يحقق على قلوب جميع أحباء المشاهدين أيضا والذين وجميع الأحباء اللي يشاهدون الآرامية واللي يتغذون روحيا من الآرامية. آمين صح. آمين.